بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى فهو يخشى أفأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في زوف مقرمة ملفوءة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكثر من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدر ثم السبيل يسر ثم أماله فأكبر ثم إذا شاء أنشر فلما يقضي ما أمر ملي فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقبا وزيتونا والنحلا وحدائق غلبا وفاكهة وعبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاحة يوم يفر المرء من أهيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ عليها مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة تلهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة صدق الله العظيم.